السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. راح أشرح بهذا الفيديو التجربة رقم 7 لمختبر الـ Data Structure للمرحلة الثانية هندسة تقنيات الحاسوب. مثل ما أخذنا بالنظري إنه مثلنا الكيو باستخدام المصفوفات، وبعدها مثلنا الكيو باستخدام اللينك ليست، وقلنا انه الكيو يدعم خاصية الفيفو first in first out، فالإلمنت اللي يضاف اولا هو الذي يحذف اولا. اكو فد مشكلة رئيسية عندما انه نبني الكيو باستخدام المصفوفات. مثل ما قلنا ان المصفوفات هي fixed size، يعني انه اني من اريد اعرف مصفوفات بالبداية لازم اعرف السايز مال المصفوفة من البداية إيش قد يعني. زين، ففي حال إنه أنا أريد أسوي فت موديفاي معين، أريد يعني أزيد العدد أو أقل، راح يصير عندي مشكلة، لأن أنا أثناء خلق المصفوفة لازم أعرف الإلمنت إيش يعني إيش قد عددهم. ففي حال إنه استخدمت أنا لينك ليست، لا راح يكون أفضل أكيد، لأن لينك ليست ما تحتاج إنه تعرف السايز مالتها، دايناميك يعني unlimited number of element، يعني عدد غير محدد أنت تحدده، يعني أثناء تنفيذ البرنامج يعني أنت تضيف وأنت تحذف براحتك، فما راح تتقيد فت fixed size معين. يعني الخلاصة إنه إحنا الكيو إذا نبنيه باستخدام لينك ليست راح يكون أفضل لنا، من ناحية إنه ما أحجز خلايا هواية داخل الميموري، فراح أقلل من المساحة المستخدمة. فنأخذ example ونحاول ننفذه. نفرض إنه هذه أنا عندي لينك ليست متكونة من 4 nodes. النود الأولى القيمة اللي داخلها 10، ده يأشر عليها الهيد، هذه بداية اللينك ليست، فأكيد هنا راح يأشر الفونت، الفونت كنا يلزم النود الأولى. هنا هذا الأدرس مال الهيد، الهيد هو عبارة عن بوينتر فقط، ما بي داتا، فدا أقول له إنه هذا الهيد يأشر على النود اللي الأدرس مالتها 4900. فهذا البوينتر اللي داخله 4900 معناته هذا ادرس النود منه اللي بعده، اللي هو هذا النود، اوكي، وهذا الادرس عنوان النود اللي قبله، وهكذا اخر نود اكيد اوريدي يأشر على النل، وهنا راح يكون البوينتر الرير. اذا ناخذ هذا الاكزامبل، نفس الاكزامبل اللي اخذناه بالنظري، سوينا عليه تغييرات بسيطه، يعني عرفنا 4 نود، سوينا push الـ 4 نود element الأول 10، بعدين سويت إضافة 15، بعدين 5، بعدين 20، وبعدها خرجت أول element. من قلت له DQ معناته راح أخرج الـ element اللي رقمه 10، وبعدها راح أطبع الـ two pointers الفونت والرير، الفونت وين مأشر على أي نود بعد ما حذفت أول element والرير. خلينا نشوف تنفيذه. هذا راح نستخدم نفذ العفو باستخدام الكود بلوك أكيد، بعد ما نبي إنشاءه ودخلنا البيانات سوينا لها push وخرجنا أول element، نعطي build and run، راح نشوف انه الفونت راح يأشر على 15 والرير يأشر على 20، اوريدي الاخر element الرير اوكي هنا عند 20، الفونت يأشر على 15 ليش؟ لانه 10 اوريدي خرجناها سوينا لها دي كيو. طيب اذا ما سوينا لها دي كيو مثلا، نرجع نعطي build and run، راح نشوف انه الفونت راح يأشر على الفاليو اللي رقمها 10، والرير ظل انه عند 20. طيب في حال انه حذفت 2 element اوكي، وبعدها
حذفت تؤلمت، معناته راح احذف العشرة والخمستاعش. حنشوف انه الفون ده يأشر على الخمسة والريري يأشر على العشرين. طيب اذا ضفت انه بعد element بعد الحذف، ضفت هذا الelement، خلي نقول انه الفاليو مالته 25. خلي نشوف بعد ما ضفت الelement راح تتغير قيمة الرير، لأن إحنا مثل ما قلنا عند الحذف يثبت الرير يظل كاموش على آخر إليمنت، والفونت هو اللي يتغير. أوكي، عند الإضافة، عند الحذف لا بالعكس راح تتغير العملية. فهذه كان تنفيذ الإكزامبل اللي عندنا إياه، وأنت ممكن تتحكم بالإضافة والحذف حسب إنه اللي تريده. طيب التاسك اللي مطلوب من عندكم انه نشوف الفرق بين الستاتيك كيو والسنجل لينك ليست. اوكي، يعني انا اريد اسوي في مقارنة بسيطة بين الستاتيك كيو اوكي والسنجل لينك ليست. اكو فد فرق اكيد، واذا يحتاج يطلب من عندك تكتب اكزامبل لكل نوع يكون اكيد افضل. تحياتي لكم.